هذا الجوز شوفوه، شوف عينه. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم أصدقائي، شو أخباركم؟ يا رب إن شاء الله بخير. طبعا رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم. طبعا يا شباب اعذروني عن القطع بسبب يعني عطل بسيط بالكاميرا، فأنا مصور لكم فيديوهات بس بعدني يعني ما منتجها، وإن شاء الله أنزلها لكم للكوشب طبعا أكيد. حاليا توجهت للهور وبالطريق طق المحرك، يعني ماكو مسافة عن الولاية. طيب فجوني بستوتي ذيك خذوها وهاي رجعت، وين ما اجيت بالطريق ضاعوا بنشرها. هذا بنشر وما عندي سبير للقدام بس للورا. اشوف الحمد لله والشكر، ان شاء الله نازلين للهور وان شاء الله الله يرزقني. فاللي اتمنى منكم يا شباب ما تنسونا باللايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك. تحياتي لكم، خليكم ويانا. شوف ان البيبات كان الماي منها يسبح، هذا منه الكتر الثاني. شوف ايش بداخله، ذياب ما ادري شنو. يابا شوف ايش قد مسافة. والله هذا مطلوب. شوف لقيت شلون الماء، هذا حد ماله يسبح الماء. ما يخنق. خلنا نروح للهور ونشوف شنو ينتظرنا بالهور اليوم. يا الله ان شاء الله رزق الوفير، كل تجهيزاتي مو ناس ان شاء الله. اليوم وحدي طبعا، لو واحد من جماعته حيجيني من هناك، اذا اضطروا لي من هناك زين على زين. يا عادي كان وحدي وكان وياي واحد من ربعي، ما عاد اشكال، انا كله طبيعي. اليوم كل شوي شغلات جاي تعطل عندي، ما ادري شني الوجبه، ما ادري يعني اتصالات مال الكاميرا وصلت، ما ادري قد خمسه، ما ادري قد هم احسبني الكام. لقيت تعبتني يلا اشتغل. هسه وصلت للهور، هاي العقرة مالتي اللي راح اذبيها الربلات مالتي، وهاي النوشة مالتي. فاكو نوشة غادي اذا ما اجي صاحبها راح انوش بيه، وهاي مثل ما تشوفون. وهاي الهور دار ما دار قصب، هي بس هاي نقرا يعني شوية باقية بياض، ومثل ما قلت هاي شوف النوشة ما مبينة ابدا، وهاي البيضة اللي قدام بس شوية تنظيف بس يراد لها وقت يعني. يا الله سخن نرتب وضعنا، اذا ما جا ذاك الولد نوش بديك النوشي، لان ديك شوية ارتب. يا الله طبعا شد زبر وجين خضيرية وحطن حطن هاد هسه ماشي عليهن، وان شاء الله الله يرزقنا من عتن.
طاح طاح طاح. طاح. هاي العالية طاح، سكود الله القاه. بعيد كلش بعيد الميتال، يعني وين حاطين هنا مكان ولقيت هنا مكان. هاي مسكه مسكه والذكر غطى. يا شين بعيد، اللهم صل على يعني. هاي مسكه والله دبل. يا الله اللهم صل، بسم الله الله اكبر. طبعا طاح بعيصه ما منها عيصه، قصه ابو فوق هذا كله متروسه خنازير. يا بسكون القح هذا، بسكون هالتعب يسوى، خضان الليل وبعد ما متعشي. يا الله اللهم صل على محمد. شوف وين طايح، الصلاة على محمد وآل محمد. يا الله بسم الله الله أكبر. شلون طيحة؟ والله عاشت ايدك ملك ملك. الصلاة على محمد. شوفوا هذا زين، خليني بس الكاميرا. يا الله اللهم صل على محمد. هذا الزين شوفوا، هذا الغالي، هذا المحترم. صلاة على محمد وآل محمد. ليش مشيت بعيد وطحت؟ ها حبيبي؟ زايد دم منين ما كان، حتى من بطنه يعني صواب على قلبه. يا الله يا الله. طبعا هو الزوج هذا الخضيري. الصلاة على محمد وآل محمد. يا الله ان شاء الله استفتح خير أول دخولتنا زوج خضيرية. يا الله وهاي لعيونكم، لا تنسونا باللايك. تحياتنا لكم. يا الله طبعا وصلت نوشته هسه بعد ما جبنا طيورنا والخضير المصيوب. هاي النوشة. يا الله وهاي ربلاتنا هنا عند كل، بس ما ذاتنا كلهم بعد. طبعا امشي طبعا اهم شيء تصفيط الربلات لازم بصوره صحيحه، ولو هن ضيعات، لان نشوف الكفوص هذا مال قصب ومضيع، هذا منه وهذا منه. بس الصبح من تجي طيره ومن يطلع القمر يبين. على ماي على ماي نشدني 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 نشدني
انشدني بشوفتك اخت العلاماي علاماي وهي من هيمة لظامي لظامي لظامي. علاماي ويلي علاماي 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 بشغف ما عرف ولك قلبي 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 شغف ما رض ولك قلب علم مثل ما رض عليك وخند بيا 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 بيا. طبعا السفرة بسيطة وسهمكم العافية. طبعا هي حذافه جيت رميت هنا يم اللعاب وجيتنا طايره وطاحت هنا كل شيء من وسط طاحت. اللهم صل على محمد وهذا الحذاف صلاة على محمد وعلى محمد. هاي نوشتي كل شيء بصف نوشتي طاحت صلاة على محمد وعلى محمد. يا الله اللهم صل. طبعا جنة زوجة بس انت شوفان هم يا مرلا صلاة على محمد وعلى محمد. وهاي هم حذافي يا الله بسم الله اللهم صل على محمد. طبعا توني رجعت من ذيك وجيت حط صلوا على محمد. صارت بيها حركة مال الحذاف شوية من الهور كلهم قاموا ويرمون. يا الله يا الله اللهم صل على محمد. وهاي الحذاف صلوا على محمد. يا الله اللهم صل على محمد. يوم ما ادش يمكن مطبق اثنين وطيح واحدة. الصلاة على محمد. وهذا الحذاف الزين والمسنع. يا الله والله طبق اثنين يطيح فرد واحدة ما اعرف شو مثلي. هاي واحدة وواحدة غادي. يا الله وهاي الثاني الصلاة على محمد وعلي محمد. هذا زوج حسن. يا الله يا الله. طبعا جنة حذافات ولقطتنا على القمرة طيحت اربعة يلا قضيت بس اثنين صلاة على محمد. وهذا قوة كمشته حتى ما خلاني لحق اخذ الكاميرا. صلاة على محمد. هذا الجوز شوفوه شوف عينه سلمنا زوج وان شاء الله نعم خير. يا الله. طبعا الصبح ما جتنا طيارة رغم ما اجوا بارد وهاي بس ما اعرف ليش. هسه حط محوحة غادي راح امشي له بلكن احصل النلك ونوفقه.
زين هذا الثاني استاذ. يجي فارن صوت هذا القرد يا بتعال هذا محوحي يا بشنش كبره تعبني يا الله. وهذا الثاني ابيض شحم اللهم صل على وآل محمد. اثنين جيت على واحد صار اثنين رزق. يلا طبعا ما جتنا طيرة بالنوشي راح اسوي لي ريوق لحد ما شويه الجو يدفع انا مود اطلع. لا تحترق النوشي ونشتهر. شوفوا الغلاف وين صاير. تعال تعال مريوت والله طماطم الزبيريه المعدله يسطع علي الدهن ويحرقني. يا اخ والله هاي القعده ما يعرفها بس الملوك تسوى الدنيا. احلى شيء انك تنسى الجلاس وتتوصل بالقطر. يا الله هذا صيدني. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذي ذول السادي اللهم صل على محمد ذول السادي. هاي هدية يا رماير راح يجي اول واحد راح يلقاها. هاي زلة الخضيري شوفوه. هاي هدية يا رماير راح يجي يلقاها اول واحد. وين خليها لي هنا لا وين هنا افضل.
هاي هدية، عود من تلقاها علق لي. هاي انتهينا منها. ايش عندك؟ نوب ما تلم سكة. هاي ما تلم سكة. هاي مالت المسكة. شدك بعد خلي لك. هاي مالت الحذافة، وين اخليها لك؟ خليها الله نا. هاي مالت الحذافة خليها لك هنا. خلي لك بعد، خلي لك ما قلت له محوحي. شنو هاش مش قد بيها هو؟ اوه هاي ما قلت له محوحي. وين اخليها لك؟ خليها لك هنا. لا هاي تطيح دي ما تمحوها قوية. لا هنا تدي هوايتي لأن تطيح قوية. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead.